هذه ليست اسطنبول وهذا ليس شارع استقلال، هذه بيروت وهذا شارع الجميزي، والذي للسنة الرابعة تقيم فيه جمعية أشرفية 2020 نهار المشاة. شارع الجميزي غابت عنه إذن السيارات لتحل مكانها نشاطات ترفيهية ورياضية وثقافية. بالموسيقى والفرح أراد رواد الجميزي أن يتسلحوا في هذا اليوم الذي شارك فيه سياسيون وفنانون. صحيح اليوم فكرنا كله بطرابلس وبالأحداث اللي عم تصير بطرابلس، بس كمان يعني هيدي الحياة اللي احنا بدنا اياها، بدنا نعيش بسلام، بدنا نعيش بحرية، بدنا نعيش بهالحضارة. هيدي احلى فكرة انه كل هال هيك الجيران والاصحاب بكل المنطقة يجوا يلتقوا هون. فاول شيء انه هيدا نهار انا كتير بحبه والتنظيم بجنن وعم نلتقى بكتير ناس بنحبهم وبيحبونا. It's very nice, they should do this every week. كتير حلو الجو على الجميزة. Thank you. المفروض هيدا الستريت يصير كلوز بيكون احسن، لانه السياحه بتعلى اكثر برايي. بس لازم يسكروها كل يوم عشيه هيك وكل احد وبابط الايفنت هيك لازم لبنان يكون. شارع الجميزي كان مختلفا عما تشهده مناطق اخرى في لبنان، هو مشهد يستحق بان نعتاد عليه ونكرره بدلا من ان نتحسر عليه في اخر النهار.